السلام عليكم. اليوم نروح الملعب دويرة لنقف على الاشغال نتاع التغطية نتاع لا زون في بي اللي كما رانا نشوفو. بدات عملية وضع الزجاج واجهة زجاجية نتاع لا زون هذه واللي سوف يعني تضم اغلب الفضاءات نتاع المدعوين وكذلك غرف تغيير الملابس وكل ملاحق نتاع الملعب. وال يعني المؤسف والجدير بالذكر انه هذه الاعمال تاع التغطية اقتصرت الى يومنا هذا, اقتصرت الى على منطقة الفي اي بي والمدخل تاع الملعب, يعني ما راحتش الاجزاء الاخرى حول الملعب. وهذا ينذر ب يعني انه الملعب هذا سوف لا يغطى, وهذا امر عجيب, والله امر عجيب. الملاعب يعني في الجزائر ولات ما تتغطاش, ماشي غير هذا الملعب اللي ما تغطاش, ولا تتغطى بطريقه يعني غريبه, وكاننا في ادغال افريقيا نشاهد الملاعب تاع ادغال افريقيا ليست بالمغطات. يعني الواجهه نتاع الملعب مهمه جدا يعني من ناحيه المظهر, وما تكلفش كثير لان لي ماتيريو تاع لونفلوب سكون ابل لونفلوب دي ستاد ماشي حاجه اللي سي دي ماتيريو كومبوزيت ليجي. والله السؤال يبقى مطروح, نترككم تكملوا الفيديو هذا والى فيديو آخر. والسلام عليكم.